مش هقدر اتكلم معاكم كتير قبل ما ادخل في سياق الحلقه، وانا عارف ان في ناس منكم كتير زعلانه، ناس شايفه ان في امور قد تكون مش ماشيه في نصابها الصحيح، وجماهير كتير بتكتب كومنتات، وجماهير كتير زعلانه شويه وشايفه من وجهه نظرها ان لسه في حاجه مش مظبوطه في النادي الاهلي، ان ايه الغلط في النادي الاهلي، اللي ايه اللي بيحصل. خليني اقول لكم ان من حق الجماهير تزعل ان في صفقه كانت نفسها تيجي وما جاتش، طبيعي جدا. من حق الجماهير تبقى زعلانه، من حق الجماهير ما تبقاش مبسوطه، من حقهم يتكلموا يقولوا كان نفسنا في اللعيب ده وعايزين نشوف اللعيب ده وعايزين نشوف كذا وكذا وكذا. محمد عنتر لاعب الاسيوطي صفقه كلام كتير عليها والكلام كتير عليها، لكن لازم تعرفوا المعلومات بدقه، ولازم تعرفوا الامور حصل فيها ايه والامور مشيت ازاي. النادي الاهلي ما بيجيبش غير احتياجاته. في اول ظهوري على قناه الاهلي بعد العوده قلت لكم بهذا الشكل تحديدا، قلت لكم على كف الايد من 4 لـ5 صفقات احتياجات النادي الاهلي في هذا التوقيت، في صفقتين وفي خلال 48 ساعه، في خلال 48 ساعه في صفقتين كمان ان شاء الله، صفقة في خط الهجوم وصفقة في خط الدفاع، صفقتين محترمين وأسماء كبيرة. فإحنا بنقول في الفترة اللي جاية إن الأهلي ما بيجيبش غير احتياجاته فقط، الأهلي ما بيجيبش غير احتياجاته فقط.